السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الزراعة. ناس كتير سألتنا إيه هي الزراعة؟ وهل في حاجة اسمها زراعة ثورية ولا لأ؟ هل الزراعة تنفع لكل الناس ولا لأ؟ أولاً هنتكلم عن أولاً لازم تكون فاهم الزراعة. الزراعة عبارة عن جزئين، جزء بيبقى يعوض جدر السنة وده بيبقى جوه في الأرض، بيبقى جزء معدني بيتحط في الأرض وبعد كده بيتساب على الأقل 3 شهور عشان يتحد مع الأرض، وبعد كده نبدأ نعمل فتح صغير في اللسة ونوصل للجزء ده ونركب فيه الجزء الخارجي اللي هو بيعوض شكل السنه وتقدر تاكل عليه. يبقى انا لازم الاول اكون فاهم عمليه الزراعه بعوض الجزء الداخلي، دي الزراعه الصعبه، يعني دي العمليه اللي انت بتبقى خايف منها. والجزء الخارجي ده حاجه بسيطه خالص، بنعمل تركيبه زي ما بتعمل تركيبه لاي ايه؟ سن. دي بالنسبه لمفهوم الزراعه عامه. طب ايه هي الزراعه الفوريه؟ الزراعه الفوريه ان انا لو واحد خالع سنته وخالع سنه كويسه بعمل بشيل السنه واعمل زرع، بدي فرصه ان يحصل بدل ما ان انا بعد الخلع بيحصل تاكل العظم، لا بستفيد ان الايه العظم يلم على الزرع واقلل من الحفر اللي انا بعمله في اللسع عشان احط الجزء المعدن اللي اتفقنا عليه، وبرضه بحط الجزء المعدن بس لكن الجزء الخارجي برضه بعد 3 شهور. يبقى انا لما يجي لي اعلان على الفيسبوك ويقول لي زرع في 10 دقائق او زرع في دقيقتين او زرع اقل زرع مثلا ممكن تتعمل لو الدنيا سيف ومعمول خطه علاج كويسه جدا وحتى المريض كويسه جدا ممكن الزرع تعمل فعلا في 7 دقائق. طيب واحنا حضرنا عمليات اللي بنعمل فيها الزرع مثلا في 10 دقائق، ده كان اقل رقم وصلناه. طيب هل فعلا المشكله بس عندي في ان انا كده خلاص خربت ومعايا الزرع؟ لا، انا عملت الزرع الجزء اللي في العظم لكن انا لسه قدامي 3 شهور على ما ابدا استخدمها في الاكل وابقى خارج وماشي طبيعي واقدر اتعايش بيها. وممكن واحد اللي هو الاوستيو انتجريشن اللي هو بيحصل التحام بين العظم والزرع يحتاج اكتر من 3 شهور، فدايما الدكتور بعد ما بيعمل عمليه الزراعه ونحط الجزء المعدني في اللثه في العظم بتاع اللثه بنقول للمريض انت قدامك من 3 شهور ل 6 شهور، بحيث برضو احنا ما نقدرش نتوقع الاوستيو انتجريشن ده هيبقى بالنسبه للمريض ايه. طب مريض برضو سالني بيقول لي طب في كان زمان بيحصل ان يحصل وهو الزرع بتتحط مشاكل في الجيوب الانفيه، مشاكل في الاعصاب، الكلام ده كله كان زمان عشان كان من 10 سنين 15 سنه الزرع بتتحط باشعه ثنائيه الابعاد، كان الموضوع مش دقيق قوي، لكن حاليا احنا النهارده لما تيجي تتحط زرع بتتحط باشعه ثنائيه الابعاد تبقى معمول خطه علاج كويسه جدا. في اشكال كتير للزراعه موجوده في السوق للزرعات عامه، يعني في طول وعرض باشكال مختلفه وفي اختلاف زوايا كمان للزراعه. موضوع اختلاف الزرعات يعني الشركات بدات تعمل الزرعات المناسبه لاغلب انواع العظم واغلب انواع المرضى، وفي نفس الوقت ان انا بعمل اشعه ثلاثيه الابعاد وابدا اعمل عليها خطه علاج كويسه جدا، ده بيقلل نسبه حدوث الاخطاء اللي كانت بتحصل زمان بنسبه تقريبا، يعني احنا عندنا نسبة دلوقتي ان ما في خطأ نسبة 1% او 2% ان هو يعني يحصل مشاكل من النوع ده. لكن الطبيعي ان بيبقى لو معمول خطة تعليم كويسة ان عملية الزراعة عامة بتتم في وقت قصير جدا، سواء في عظم بيتحط او ما بيتحطش عظم، كل واحد حسب حالته يعني. يعني ما ينفعش اقول ان انا اي واحد بعمل له زراعة بحط له عظم، لا، ممكن واحد بيختلف حسب هو حتى العظم عنده في الاسنان بيسموها دي 1 دي 2 دي 3، احنا لحد دي 3 بنبقى يعني مرتاحين واحنا بنحط الزرعة عامة حسب حالة العظم عندك. فكل شخص لما بيجي لازم ما ينفعش انت تقابل حد في الشارع تخش مجرد فيديو على النت تبص تقول انا ينفعني زرع ولا ما ينفعنيش، لا، انت لازم بتروح للعياده والدكتور كمان مش مجرد ما بيفتح بقك يقول لك انت اكسبت للزراعه او لا، انا ده بيطلب منك اشعاعات، الدكتور بيبدا يدرس الاشعه ويبص عليها ويقرر مع حضرتك انت نوع الزرعه اللي محتاجها ايه وهل محتاجين عظم ولا لا. بعد كده بنحدد التكلفه، برضه التكلفه بتختلف من دكتور للتاني حسب الشركات اللي هو بيتعامل معاها ونوع الزرع برضه، لان كان كذا حد سالني على التكلفه، هي ممكن عياده بتعمل تكلفه اقل من عياده ثانيه بسبب نوع الزرع اللي بيستخدمها، بسبب طبعا خبره الدكتور، كل حاجه بتاثر على السعر. طب هل تكلفه الزراعه دلوقتي حاليا اغلى زي زمان؟ لا، تكلفه الزراعه حاليا بقت في زرعات وفرت سعر كويس جدا، بقت الزرع حاليا ارخص من الكوبري في بعض الحالات. فانت في بعض الحالات انا لا انا برشح الزرع حتى من الناحيه الاقتصاديه، هي اولا لو جينا نقارن بين الزرع والكوبري لا الزرع بتبقى كمان احلى في حالات معينه. برضه دايما انا بتكلم عن الحاله اللي هي الايه المثاليه بمعنى اصح، لكن انت في حالات معينه مش اصلا ينفع لها الزراعه، مش ساعتها بنبدا نشوف في الوقت. يا رب اكون رديت على كل اسئلتكم، ولو في حد حابب اسئله ثانيه في موضوع الزراعه يقدر يبعت لي، انا حاولت ارد على الاسئله اللي بعتت لي في مجال الزراعه. لو حد عاوز حاجه ثانيه في اي حاجه حتى زراعه بس تخص طب الاسنان يقدر يبعت لي على الرسائل سواء ماسنجر سواء الفيسبوك، وطبعا هتلاقيني بعمل فيديو بوضح فيه كل التفاصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.